هذه مبادرة من أبطال صحة جيزان ممثلة بمصيفة صامت العام والتثقيف الصحي تجاه أبطالنا في الحد الجنوبي، استشعارا منا بما يقدمونه من تضحية تجاه أمننا ومقدساتنا. وهذه المبادرة عبارة عن مبادرة تثقيفية وتوعوية بضرورة أخذ لقاح كورونا وعليه تسجيل في تطبيق صحتي لأخذ اللقاح. نحن فريق تفاؤل التطوعي نحب أن نهدي إفطارنا الرمضاني للجنود المرابطين في الحد الجنوبي لرفع معنوياتهم. مبادرة سنوية يقدمها فريق الجرالي التطوعي، وهو فريق رسمي يعمل تحت مظلة لجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة صامتة، حيث نقوم بعمل إفطار للمرابطين الأبطال على الحد الجنوبي من وجبات إفطار منزلية. تعد الوجبات بطريقة منظمة وفق الطرق الاحترازية. الدولة حفظها الله عما خيرها علينا وعليهم جميعا، وفرت لهم كل ما يتمنوه، ولكن من واجبنا الاجتماعي تجاه هؤلاء الأبطال أن نقدم لهم كل ما نستطيع، لأن لهم حق علينا، فهم خط الدفاع الأول على حدود هذا الوطن الغالي. سعدنا وتشرفنا في مساء هذا اليوم بمشاركة أبطالنا في الحد الجنوبي، مشاركة من فريق تفاؤل التطوعي التابع لجمعية الأزمات النفسية والاجتماعية، فشكرا لكل من ساهم معنا وشكرا للجميع.